الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمده بالفهم وحباه بالتكريم سبحانه وتعالى رفع شأن العلم فأقسم بالقلم وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية، وتدور ندوة الليلة حول فهم أحاديث طلب العلم. ومعنا من الأساتذة العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والدكتور محمد صالح عطية المدرس بجامعة المنيا. ومعنا من السادة الحضور من أوقاف القاهرة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور منتصف عبد المهيمن مدير الإدارات بأوقاف القاهرة، الدكتور السيد حمودة مدير إدارة شرق بمدينة نصر، الشيخ فتح الجهري كبير المفتشين بإدارة شرق، ويضيف هؤلاء الدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب المسجد. أيها الأحباب، يقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض بوابل السماء. أيها الإخوة، إن القرآن الكريم لم يقبل مجرد المقارنة بين أهل العلم وفاقديه، وعد ذلك قياسا مرفوضا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وبالعلم يعبد الله على بصيرة وتقى، ويقضي الناس في الدنيا مآربهم على ضياء من أحكام الشرع الكريم. وبالعلم يقيمون مراسيم حياتهم في زواج أو تجارة أو جيرة أو شراكة، بحيث يعرف كل منهم ما له وما عليه. فالعلم هو طريق المعرفة للاعتقاد في رب الأرباب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والاهتمام الإسلامي بالعلم
فقد جاءت أول آيات القرآن الكريم أمراً بالقراءة والتعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأقسم الله بالقلم وهو من أدوات العلم، نون والقلم وما يسطرون. نستهل معا لقاءنا الطيب المبارك بهذه الكلمة الطيبة للأستاذ الدكتور عوض إسماعيل العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. عن موضوع هذه الليلة، موضوع العلم والفهم المقاصدي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه، الحديث في هذا المجال أيها الأحباب الكرام حديث يطول، ولكنها الإشارات والإضاءات السريعة والنماذج التي يمكن أن نستضيء بها. من المعلوم أن الأمم والشعوب والمجتمعات تبنى على مجموعة من الدعائم، وفي القلب من هذه الدعائم دعامة العلم. ورحم الله شوقيا حين قال: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. ولفضل العلم وشرف مكانته في الإسلام تحدث القرآن الكريم عن العلم في أكثر من 800 آية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن للعلم مكانته، وعلى أن للعلم قيمته، ولا يمكن أن يستغنى عنه بحال. وهذه الآيات 800 تكلمت عن العلم بلفظه ومشتقاته، وتكلمت عن النظر والبحث والفكر والعقل والضرب في الأرض والسير والنظر في الكون، وكلها آيات داعية إلى العلم بكل ما تحمله الكلمة من معان. وليس العلم الشرعي فقط، وليس العلم الشرعي فقط كان مقصودا في القرآن الكريم بهذه الآيات 800 أو بما يزيد، وإلا فإن العلم الشرعي في القرآن الكريم مذكور في آية وحيدة لا ثانية لها، هي قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبقية الآيات داعية إلى العلم بكل مناحيه وبشتى مجالاته، علوم كونية وعلوم تطبيقية بكل مجالاتها وبكل
وبكل اتجاهاتها ومناحيها، ولشرف العلم ومكانته. يقسم الله تبارك وتعالى بأدوات العلم كما ذكر أخي الأستاذ السيد صالح، بأدوات العلم يقسم في سورة هي من أوائل السور التي نزلت في القرآن الكريم، نون والقلم وما يسطرون. ومن ضمن التفاسير لكلمة نون هي دوات الحبر، الزجاجة التي يوضع فيها الحبر. وأول آية لامست قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، والقراءة كما هو معلوم وسيلة تحصيل العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ولعلك تلحظ أيها الأخ الحبيب الكريم أن الفعل اقرأ لم يذكر معه المفعول، مع أنه فعل متعد كما يقول علماء اللغة، يعني يحتاج إلى مفعول به. اقرأ، اقرأ ماذا؟ لم يذكر المفعول. وتكرر في الآية أيضا مرة ثانية اقرأ وربك الأكرم، لم يذكر أيضا المفعول. وكأن الله تبارك وتعالى يطلب منا جميعا كما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آيات الله المسطورة. المقصود القرآن الكريم، يجوز هذا. أن يقرأ آيات الله المنظورة في الكون، يجوز هذا. أن يقرأ الاثنين، يجوز هذا. أن يقرأ العلم كله ما دام مفيدا، كل هذا وارد مع حذف المفعول به مع الفعل اقرأ. ولشرف العلم أيضا أيها الأحباب الكرام ولمكانته، وهذا مما لفت نظري في بدايات أو في مطالع سورة المائدة. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الذي لفت نظري أيها الأحباب الكرام، وهناك باب يعلمه أساتذتي وشيوخي الحاضرون بارك الله فيهم جميعا، باب في الفقه الإسلامي اسمه باب الصيد والذبائح. والآية تشير إلى أنه يباح لنا أن نأكل الصيد الذي يمسكه علينا هذا الجارح أيا كان نوعه، ما دام هذا الجارح معلما ومدربا. إذا لم يكن معلما ومدربا للصيد فإننا لا نأكل صيدا. قلت سبحان الله، إذا كان الله تبارك وتعالى يلفت أنظارنا إلى أن التعليم مهم في هذا الباب حتى لهذه الجوارح التي لا تعقل، فما بال بني الإنسان. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولشرف العلم أيها الأحباب الكرام، في القرآن الكريم أيضا سماه الله تبارك وتعالى سلطانا. قال الله جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني بغير علم كما قال كثير من المفسرين. على هذا النهج أيها الأحباب الكرام، في القرآن الكريم كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة في هذا الإطار، راية طلب العلم، راية طلب العلم وفضله، وأن يطلب لله تبارك وتعالى، وأن من علم ينبغي عليه أن يعلم، وألا تكون هناك فتوى من غير علم. ولذلك ثار النبي صلى الله عليه وسلم على الجهل وأهله، ورفع راية طلب العلم بأحاديث كثيرة أربت على 40 حديثا، والمجال لا يتسع لذكرها. لكن تعالوا بنا أذكر لحضراتكم حديثا واحدا في مجال طلب العلم، في مجال طلب العلم. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث طويل
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضا أو رضاء بما يصنع، وإن الملائكة لتستغفر لمعلم الناس الخير، حتى النمل أيضا في جحوره والحيتان في الماء. أرأيت؟ لكن استوقفني قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا، والحديث طويل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لم يقل صلى الله عليه وسلم من مشى في طريق أو من سار في طريق، لأن المشي يوحي بالتؤدة، يوحي بأن هناك طريقا سهلا ميسورا مفروشا بالورود كما يقولون أمام طالب العلم. لا، من سلك، والفعل سلك يقتضي أو يتطلب أن يتلمس الإنسان طالب العلم موضع قدمه، كأن الطريق أمامه في تحصيل العلم وعر، يحتاج منه إلى صبر، يحتاج منه إلى تضحيات، يحتاج منه إلى بذل مال، يحتاج منه إلى بذل وقت، يحتاج منه إلى سعي، يحتاج منه إلى سؤال، يحتاج منه إلى أن يكون عنده كل أدوات تحصيل العلم. فطريق تحصيل العلم طريق صعب، قد يكون كل طريق آخر ميسرة، طريق تحصيل العلم، طريق تحصيل المال، طريق تحصيل كذا، طريق تحصيل كذا، أما طريق تحصيل العلم فلا يستطيعه إلا من يسر الله تبارك وتعالى له السبيل، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. وانظر أيضا إلى كلمة يلتمس، فيها أيضا معنى، فيها معنى البحث، فيها معنى الإجهاد في الوصول إلى مصادر العلم من شيوخ، من أساتذة، من علماء، من كتب، من مصادر معتمدة موثوقة يلتمس فيها طالب العلم علمه الذي أراده. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. حديث آخر استوقفني يرويه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في فضل طلب العلم أيضا، وفي فضل تحصيله، وفي فضل أيضا معلم الناس. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أغد عالما، أغد عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. أغد عالما أو متعلما طالب علم أو محبا للعلم وأهله أو على الأقل مستمعا للعلم، ولا تكن الخامسة فتهلك. يقول سيدنا عطاء: سألت وما الخامسة؟ قيل له البغض، البغض، بغض العلم، بغض أهل العلم، بغض طلب العلم، بغض كذا. يا الله، هذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقف عنده كل إنسان على وجه الأرض، مسلما كان أو غير مسلم. أغد عالما، لازم يكون يومك، لابد أن يكون يومك، لابد أن تكون غداتك في طريق من هذه الطرق الأربعة: عالم، طالب علم، محب للعلم، أو مستمع للعلم. غير كده يكون قد سلك الإنسان طريقا آخر هو طريق الهلاك. والحديث يرويه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب الكرام، تعلمت، ينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعلم، تعلمت ينبغي أن تعلم، حتى يتجاوز نفع العلم نفسك. ومعلوم أن ديننا ليس دين الأنانية حتى في الثواب، يعني ليكن الثواب متجاوزا نفسك ومتجاوزا حتى من حولك من الأقارب، لا، لتنطلق بما تعلمت. وهذا الحديث
ينبغي أن 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 يتنبه إليه كل علمائنا وكل إخواننا الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم مسألة علم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وكلنا يحفظ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قبلت الماء في ذاتها وأنبتت الكلأ والعشب الكثير لينتفع منه الناس. هذا هو العالم الإيجابي، العالم الإيجابي الذي تعلم وعلم. وكان منها قيعان أمسكت الماء، فقط أمسكت الماء فانتفعت به لنفسها، وشرب أمسكت الماء فشرب منه الناس وسقوا وزرعوا. وكان منها أجادب، إنما هي قيعان والعياذ بالله، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. على العالم التقي النقي أن يكون من الصنف الأول الذي قبل العلم وعلمه غيره. وأختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث كما قلت لحضراتكم حديث طويل طويل في فضل العلم، في فضل طلبه وفضل تعليمه وفضل نشره، وأن يكون لله تبارك وتعالى لا ليباهى به العلماء ولا ليمارى به السفهاء. النية لابد أن تكون صادقة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم لا لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس، ولا لتخيروا به المجالس. واستوقفتني لتخيروا به المجالس، هناك علماء يدعون إلى محاضرة في المكان الفلاني أو إلى محاضرة في المكان الفلاني، يعتذر لأن هذا المكان ليس مناسبا له، إنما يذهب إلى مكان آخر يكون مناسبا له. قلت: سبحان الله، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيا بيننا. ثاني: تعلموا العلم لا لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى أن تكون نياتنا وأعمالنا في طلب العلم وتعليمه خالصة له جل وعلا. ساعتها نؤجر ونثاب إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والتوفيق، ونسأله جل وعلا ونحن في هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة أن يرزقنا الأمن في بلادنا والبركة في أرزاقنا والوداعة في أخلاقنا، وأن لا يعاملنا بما فعل السفهاء منا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. عشنا أيها الأحباب مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. حدثنا فيها عن فهم أحاديث طلب العلم، ونحن هنا في مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحباب،
ولفضل العلم في حياة الخلق لا يحمله إلا كرام الناس وأهل الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. ولفضل العلم وكرمه وكرامته، فقد طلب سيدنا موسى من العبد الصالح صحبته لغرض التعلم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وزين الله بالعلم نبيه الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وقال عن سيدنا داود وولده سليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولهذا لم يؤمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء كالعلم، وقل ربي زدني علما. معا نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من الدكتور محمد صالح عطية، مدرس اللغويات بجامعة المنيا. الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا يفنى مداه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى عليه الله ومن والاه. وبعد، فأسمى آيات الشكر لمثل هذه الأماسي التي تقيمها وزارة الأوقاف، والشكر كل الشكر لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الاختيارات البناءة. الفهم المقاصدي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، وكما أشار أستاذنا إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم كثيرة كثيرة لا يحصرها مقام، ويكفينا في ذلك أنه ما من كتاب من كتب الأسانيد إلا بوبت باباً باب العلم. العلم في الحقيقة هو مقصد الإسلام الأسمى وهدف الشريعة العليا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم. ما دعوة إبراهيم عليه السلام؟ ذكر الله عز وجل لنا في كتابه دعوة سيدنا إبراهيم التي كانت في مقصدها الأسمى العلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم.
فهذا مقصد أسمى. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين جعل من منازل السير إلى الله منزلة العلم، بوب كتابا اسمه منزلة العلم، بدأ كلامه عن العلم فقال: وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق. معنى ذلك أن الإنسان محال أن يصل إلى مراد الله إلا بالعلم، محال أن يصل إلى لذة رضا الله إلا بالعلم، محال أن يصل إلى مقاصد الشريعة العليا إلا بالعلم. لذلك يقول الإمام الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. والإمام الغزالي رحمه الله حجة الإسلام يقول في ذلك: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، ذلك لأن العلم يوصلك بالله، العلم هو المقصد الأسمى. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة كما أشار أستاذنا، فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله عز وجل سمى نفسه العليم، فكل طالب علم هو عنده جذوة من تعبد الله بالعلم، يتعبد إلى الله بالعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بطلاب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله. ذلك لأن العلم يغذي القلب والعقل. الإنسان خلق من جسد وروح، غذاء الروح العقل والقلب غذاؤه يأتي من العلم. لذلك العلماء أجروا تجارب عظيمة جدا عن العلم، فقالوا إن هناك في الدماغ هرمون سماه العلماء مجازا هرمون السعادة. هذا الهرمون وجدوا أن هناك أشياء كثيرة تزيد من إفراز هذا الهرمون، من ضمن هذه الأشياء المعرفة، العلم. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة حين قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير هو السعادة. لذلك يا أحبة، لما ننظر كيف كان حرص علمائنا الأكارم على طلب العلم، وكيف أفنوا أعمارهم وأوقاتهم وشغلوا كل أوقاتهم بطلب العلم، لعلمنا الفرق بهذا ساد الدنيا. تأمل هذا الإمام الشافعي رحمه الله، سيد الأئمة، الإمام الشافعي الذي خرج في طلب العلم وعمره 7 سنوات، أرسلته أمه إلى قبيلة بني هذيل ليتعلم اللغة العربية من أكثر أقوام العرب فصاحة، حتى إن راوية العرب الأصمعي يقول: حفظت شعر أو نقلت شعر الصخريين عن فتى من قريش يسمى محمد بن إدريس. شعر الصخريين هذا من أصعب أنواع الشعر العربي. يقول راوية العرب الأصمعي أنه نقله عن فتى من قريش يسمى محمد بن إدريس. الإمام الشافعي لما أنهى ذلك لم تكتفي أمه بأن
قالت له لقد حفظت القرآن ولقد تعلمت العربية وأتقنتها فحسبك، إنما قالت له لا يهذب هذا العلم إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلته إلى الإمام مالك وهو ابن 14 سنة ليتعلم الموطأ إلى آخر ذلك. تذكر لنا بعض الروايات عن الإمام ابن جرير الطبري، الإمام ابن جرير، وهذا إن دل فإنه يدل على حرص علمائنا على العلم. الإمام ابن جرير كان على فراش الموت يحتضر، فدخل إليه أحد طلابه يهون عليه فذكر له بيتا من الشعر، فقال الإمام ابن جرير يا بني ائتني بالقرطاس والقلم، فقال له في هذا الموضع ده انت على سكرات الموت خلاص، انت بينك وبين القبر ساعات، قال لأن أحفظها وأنا ذاهب إلى موتي خير لي من ألا أحفظها. شوف العلم، والله يا أحبة من بركة العلم أن هذا قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا الأمر قائم حتى الآن بين كثيرين من علمائنا. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكن الشاهد أن السعادة كل السعادة في العلم، أن الطمأنينة كل الطمأنينة في العلم، أن الراحة كل الراحة في العلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا، سلوا الله علما نافعا، يعني اجعل من دعائك اليومي ورد أن تتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع. والعلم أو طلاب العلم على 3 كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، وكما أشار أستاذنا إلى ذلك. الإمام الغزالي قال طالب العلم واحد من 3، إما فائز وإما مخاطر وإما أحمق. لذلك من مقاصد العلم أن نعرف هذه 3، فائز مخاطر أحمق. أما الفائز فذلك الذي لا يبتغي بعلمه إلا وجه الله، هذا هو الفائز، يتعلم العلم من أجل الله عز وجل، ومن أجل إعمار الكون، ومن أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، ومن أجل الحضارة، ومن أجل البناء، هذا فائز. أما المخاطر فهو الذي يتعلم العلم من أجل الجاه أو المال أو المناصب، يقول عنه الإمام الغزالي هذا مخاطر. لماذا مخاطر؟ لأنه على خطر، قد يقع إن لم يتب. أما الأحمق فهو الذي لا يتعلم العلم إلا ليجادل، وإلا ليبني ويأخذ الأموال فقط، فهذا أحمق كما قال الإمام الغزالي. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب يوصي بالعلم وبطلب العلم، ويبين لنا أن الفخر كل الفخر لا يكون إلا بالعلم، كما أشار إلى ذلك أستاذنا الأستاذ السيد إلى ذلك. يقول الإمام علي بن أبي طالب ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع الذي تعلى به كلمته، والتي
تنهض به الأمم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الدكتور محمد صالح عطية المدرس بجامعة المنيا على هذه الكلمة الطيبة. أيها الأحباب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا ودواء من كل داء. بهذه الكلمة الطيبة من الدكتور محمد صالح عطية نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا الاحتفال الطيب المبارك ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية من مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.